اهلا بيكي، ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ عايز اعرف نظام البرشام بتاع منع الحمل في رمضان. انا باخده الساعه 2 ظهرا، اتنين رمضان الظهر. هيبقى ازاي؟ خدي حضر. ماشي حاضر. انت بتاخدي انهي نوع؟ ال21 قرص؟ اه ال21 قرص. ايوه ال21. حاضر، هقول لحضرتك تحت امرك. حضرتك احنا فاضل لنا حوالي 4 ايام تقريبا على رمضان، كل يوم اخريه ساعتين 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 لغايه ما هتخش حضرتك تقريبا اول يوم رمضان تبقي عديتي بعد الفطار. لو حضرتك مش عايزاه بعد الفطار برضو استمري في فكره انك تاخريه ساعتين ساعتين كل يوم لغايه ما تصلي الى الميعاد اللي حضرتك تفضليه انك تمشي عليه.